من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، كان كصيام الدهر. لا يشترط في صيام ستا من شوال المتابعة، فيجوز أن يصومها الإنسان مفرق، والأفضل التتابع. الثالث أن الأجر المترتب على صيام ست من شوال بعد رمضان، الأجر المترتب على ذلك عظيم، وجاء في الحديث كان كمن صام الدهر، يعني السنة كاملة. فالدهر يطلق على العمر، يطلق على السنة، وهنا المراد بها السنة، يعني كان كمن صام السنة. كيف ذلك؟ الحسنة بعشر أمثالها. فإذا صام رمضان وأتبعه بست من شوال كان كمن فقد صام ستا وثلاثين يوما، والحسنة بعشر أمثالها فتكون 360 حسنة، تكون كأنها 360 حسنة أو كأنها 360 يوم، فالحسنة بعشر أمثالها.